جمعية الرفق بالحيوان. ها؟ نص ساعة دي. لا والله. ما هو مش موجود حد في الشقة. ده بقى يا باشا جماعة رفق بالحيوان وبتاع، لو بني آدم مش هيطلعوه. لا ده كتير عليك. ده مدير الامن نفسه بيقول لك هو اللي بات العربيه. والله؟ اه. طب وايه اللي عرفه؟ اتصلوا بيه. اهل الخير موجودين. يا احمد بيس دي هو اللي اتصل بمدير الامن؟ لا. اه فعلا. هو لسه جاي جديد فعاوز بقى خلاص هنصور سيبه تنزل على الفيسبوك. طب حالا. حالا على الفيسا حالا بالراحه عليها بس والنبي احسن حامل. هيجيبوها على وادي الفراشه. ها؟ هيجيبوها على وادي الفراشه. هنبعتها لي بالراحه بالراحه بالراحه. الاجانب هتدوس كتير جدا. ده ايفون يا عم اكس ب 25000 جنيه. ما صورش حلو ليه؟ تعالى كده عشان الصورة تطلع حلوة. طب قبل الزوم قبل الزوم عليه قبل الزوم. ما هي شايفاها القطة. هات القطة بتاعتي. ازيك ما تخافش ده انت قلبك ابيض. ما تخافش ده كويسة. اه الشباك يا عم. اه بسرعة.